الاحتراف الحقيقي هو النتيجة والفرجة. احنا عندنا احتكار كبير في وسط الميدان، فالفلسطينيين ما وصلوش للبوطو، ولكن ماشي معناه ان حتى احنا كذلك كنرابيو بزاف، فهذا كاين عائق كنظن كذلك، لان موك كونسونطراسيون بيناتهم، لان ما كاينش داك لوطوماتيزم كوم الفو سي لو بلان اوفونسيف. فهادو حوايج يعني من خلال المقابلات كيتكسبوا، وكنظن كنظن بشكل قوي بان النتيجه غتغير في الدوزيام ميتو، لان المقابله غادي تطلق. بكل صراحه انا هذاك اللاعب شيبي شفته مده طويله هذه، وتا الانتباه ديالي بشكل قوي من بدا مع الرجاء وهو صغير، وتلقاتو الرجاء وعنده مميزات قويه يعني بكل صدق عنده كل شيء، ولكن اللي ما عندوش كثير هو لو كومبورتمون ديالو. لو كومبورتمون ديالو باقي كنذكر واحد النهار ذكرى بحال 2-0 وطلعوا بالكره وان بلان ماتش، باش هنا كيعطيوك صوره حقيقيه للاعب، لانه ما احترم لا جمهور لا فرقه لا هذا. ولكن دابا سمعت واحد النهار ديكلاراسيون ديالو، عجبني الحال بانه متزوج ودار وليدات، وتعرف ان اللاعب ملي كيتزوج كيعرف شنو هي المسؤوليه وتعرف شنو اللي عليه، ومني قال هذه الكلمه يعني عبر على بانه كان كيرتكب اخطاء، لان قبل من الكره كاين الاخلاق، يعني الاخلاق هي كل شيء، وكاين واحد العدد كبير ديال اللعابه في هذا النوع هذا، وكاين اللي كيرجع وكاين اللي ما كيرجعش، واللي ما كيرجعش كيخلص من بعد. هذا هو منطق كرة القدم، وكنتمنى الخير للجميع وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف الخلق والمرسلين. شكرا لقناة الفجر الرياضية على هذه الاستضافة هذه. أما بالنسبة للمقابلة ديال كرة القدم بالنسبة لبطولة العالم اللي كيجريها المنتخب المغربي مع منتخب فلسطين، فهي مقابلة تدريبية، لأن يعني المستوى فلسطين مش في المستوى اللي اختبروا به المنتخب ديالنا في الصلابة ديالو، المقابلة كانت استعدادية بالنسبة ليا. أهم ما ميز هذه المقابلة هو الجمهور المغربي اللي كيحيي ويشجع الفريق الفلسطيني. أهم ما ميز هذه المقابلة هو الروح ديال الشعب المغربي اللي كيساند فلسطين، رغم أنها مقابلة إقصائيات في هاد كأس العرب، كيشجع دولة فلسطين، هذا له دلالة عميقة بين الشعب المغربي والشعب الفلسطيني، اللي كنكنوا له كل المحبة والتقدير، وهذا ما كيزيد إلا صلابة في الروابط الدينية والأخوة العربية والإسلامية. كنتمنوا الله باش فلسطين ترجع للمكانة ديالها. المغرب وعاش فلسطين وعاش الشعبين وعاش صاحب جلال الملك نصر الله اللي هو رئيس لجنة القدس اللي كيقدم لهم الدعم المادي والمعنوي والسياسي لهذ القضية هذه. نتمنوا الله باش نكونوا يدا واحدة ويفك الأثر ديالهم إن شاء الله بحول الله. في الحقيقة تواجد الفريق الفلسطيني ضمن المجموعة العربية فالتظاهرة الرياضية هو يدل على امتحان القومية العربية ومساندة الشعب الفلسطيني، فهو شعب من لا يمكن أن ينساه الجميع نظرا لما يتصف به من رزانة وانضباط. نتمنى له التوفيق في هذا الدوري، وتواجد ديالو كيف قلت هو تيعبر على تلاحم القومية العربية، فهو فريق من شعب لا ينساه الجميع والكل يسانده، التوفيق للجميع. الحمد لله حنا من المحظوظين اللي غادي نواكبوا هذا الحدث هذا اللي هو حدث كبير بالنسبه للشعوب العربيه، ونتمناو اننا نلقاو متوحدين بحال هكا ويكونوا بحال هاد التظاهرات اللي غادي يجمعونا وغادي يعطيونا واحد الثقافه وواحد الروح باش اننا نرجعوا متوحدين من جديد، وديما المغرب وديما فلسطين. كيف شفتوا الماتش داز مزيان زوين ما بين الفريقين الاخوين الشقيقين، وكيف كنشوفوا الشعب الفلسطيني خوتنا داز واحد الماتش سيرة الرحيم، ماتش يعني كبيرة بالنسبة للمغاربة مع خوتهم الفلسطينيين. هذه المناسبة استثنائية اللي كتجري في إطار الكأس العربي، ومن خلالها كنعبروا على التضامن ديالنا مع الفريق الإطار الرياضي، وكنتمناو له
التوفيق، ومن خلال هذه المشاركة هذه يتبين بالملموس أن الفلسطينيين جزء لا يتجزأ من الوطن العربي، وأنه عضو أساسي في الجسم العربي، وأنه له وزنه وله قيمته وله كيانه وله كذلك المحبين له والمتعاطفين معه. نتمنى للفريقين لا المغربي ولا الفلسطيني ولا كافة الفرق العربية النجاح والزياد من هذه المباريات اللي كتساهم في التقارب والتلاحم والتآزر فيما بينا. فعلا هذا الشيء سمعناه، وهذا ما هو إلا تعبير على العلاقة التاريخية ما بين الشعب المغربي والشعب الفلسطيني. فتاريخيا أن الشعب المغربي كان دائما ولا زال وسيستمر في تضامن مع الشعب الفلسطيني في جميع قضاياه. فهذا الشعار اللي ترفع في الملعب ما هو إلا تتويج للمراحل التاريخية السابقة والجذور التاريخية الضاربة في عمق التاريخ علاقتنا ما بيننا وبين الشعب الفلسطيني. أنا فيما يخص هذه المقابلة اليوم كتبين أن تعايش بين الدول العربية خاصة دولة فلسطين الشقيقة، وكنتمناو للدولة المغربية والفريق الوطني المغربي والفريق الوطني الفلسطيني يحققوا نتائج حسنة. احنا كنقولوا ان ما يعيشه الان الشعب الفلسطيني هو انتكاسة حقيقية في مجال حقوق الانسان، وهذه المقابلة غتجمع جوج دول شقيقة وجوج دول، والمغرب كان معروف انه كان كيدافع على القضية الفلسطينية. نتمنوا الخير للجميع وشكرا. بخصوص المباراة اللي جمعات المنتخب الفلسطيني مع المنتخب المغربي، هي كتبقى مباراة عادية في كرة القدم، فيها خاسر فيها رابح، إلا أنها فيها واحد بعض الخصوصية، وذلك نظرا للعلاقة التاريخية العلاقة المتجذرة ما بين الشعب المغربي والشعب الفلسطيني، وكذلك ما بين الدولتين، والرمزية ديال دولة فلسطين والرمزية ديال القضية الفلسطينية عند المغاربة كتبقى متجذرة في وجدان المغاربة، وكذلك كأس العرب كتبقى عندها واحد الخصوصية بحيث هي مجمع للمنتخبات العربية، ذلك الحلم الذي نطمح له لوحدة جميع البلدان العربية. والمباراة كانت متوقعة النتيجة ديالها فوز المنتخب المغربي، ذلك للأسماء اللي عند المنتخب والبيفكتيف ديال المنتخب المغربي، وكذلك هو البطل ديال النسخة السابقة. وكذلك خلال المباراة كانت واحد الرسائل مهمة من جمهورين، جمهور مغربي وجمهور فلسطيني، عبرت عن الحب البلدين لبعضهم. بالنسبة للشعب الفلسطيني الشقيق كتمنى بهم العديد من أواصر الأخوة والمحبة، كتمنى بهم علاقات متجدرة في التاريخ، نعبر دائما على تضامننا التام والمطلق مع قضيتهم العادلة، ونتمنى أن يكون هناك حل عادل وسلمي يرضي جميعنا. الحمد لله مقابلة الزوانة، ديما مغرب وديما فلسطين، ديما مغرب وديما فلسطين.